المطالعة وقراءة الكتب من العادات الإيجابية لكل فرد من أفراد المجتمع. هل لا زال الناس يمارسون هذه العادة؟ وكم يبلغ عدد الكتب التي يقرأها الفرد في تركيا سنوياً؟ للمزيد من التفاصيل نتابع معاً هذا الاستطلاع. هل لديكم ميول للكتب الأدبية أو التاريخية؟ أقرأ الكتب الروائية، الكلاسيكية، الأدبية، العلمية والفنية. أقرأ الكتب التاريخية وأقرأ لأغاثا كريستي أيضاً. أحب قراءة الكتب النفسية، الروائية والأدبية. أحب كتب المغامرات عادة أو المنشورات التجارية. زهرة الريح وطاحونة الهواء والمركب العاصي. سنويا كم عدد الكتب التي تقرأها؟ أقرأ كتابا واحدا في السنة لأني مشغول جدا بالعمل. أحيانا أقرأ كتابا واحدا في الأسبوع وأحيانا كتابا شهريا. في السنة أنا أقرأ كتابين في الأسبوع. تقريبا 20 كتابا في السنة. أقرأ كتابين أو 3 كتب في السنة، ليس دائما ولكن 6 إلى 7 كتب في السنة.